يا وزير الأوقاف، قلت بواحد الدرس رمضاني شفته، رأيته قبل ما ندخل السجن ورأيته في السجن مرتين عدو أعدوه، كتذكر أوصاف التكفيريين، قلت يضعون اليمن على اليسرى، كيقراش القرآن جماعة، كيذكروش الله تبع الجنازة. أنا أسألك متحديا، أعطيني أي كتاب مطبوعا أو مخطوطا لأي فرقة من فرق المسلمين ذكرت هذه الأوصاف للخوارج والتكفيريين. معاك دابا سمعتي، حنا طلاب علم، كنسألوك، لا سألتك علانية، أنت درت الدرس علانية وتعاود شحال مرة، وحاضرين تما سفراء وأجانب كلهم يضعون يومنا على أسرهم، ما رأيتيش؟ ودرس حسني آخر دار رئيس مجلس علمي قال لك غياب الشريعة كما يزعمون، على الشريعة ما غيباش يا سي وازو، ياك ما نابليون أصبح نبيا مرسلا، ماذا ستقول ربكم؟ رئيس مجلس علمي آخر حضر مع اليهود وهم كيديروا العبادة ديالهم، وهو يعلم قول القاضي عياض الصريح في من حضر معابدهم أثناء عبادتهم، يعلم هذا قول القاضي عياض رحمة الله عليه، وشهدهما الأوصياء على الدين. أنا ما نذكرش الفضائح، أنا كنذكر على الجانب الديني، خلي المسألة الأخلاقية وكذا، الله يعفو على الجميع، أهضر الجانب الديني. الأوصياء ليوضع اليمنى على اليسرى، وأنت تعلم يا وزير الأوقاف، وأقسم بالله العلي العظيم الذي جلت قدرته، أنت تعلم علم اليقين أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه، تعلم هذا علم اليقين، وكان قسم عليها وتقول هي من صفات التكفيريين. إذا الصحابة كلهم كانوا تكفيريين، كلهم كانوا يضعون يمناه على يسراه. دعشنا من الداخل، نحن نتبرأ من الدواعش، كنت برؤ من التكفيريين وكنت برؤ من الغلاة، لكن تلصقوا جميع المسلمين عشانا، هذه مؤامرة وهذا كذب وهذه خيانة. طيب صلاة الصبح وصلاة العشاء في شهر رمضان كتحرمونا منها، فاتقوا الله. واش الان بغيتوا تقولوا هاد البلاد ما بقاش فيها الاسلام؟ مستحيل، مستحيل. حنا كنبعدوا من الفتنه وكان نعترفوا بالجماعه والطاعه، لكن ماشي على حساب شريعه ربنا، وماشي الدين ديالنا يتمنع وهذا، وماشي يعني يدخلوا لنا اليهود في ديننا، واش غادي يولي ازولاي كيشرح لنا القران وغادي يصلي بينا الجمعه؟ شنو هي هذه كتوثق معايا وزير التعليم، وزارات التعليم خلال هذا الزمن الطويل دارت فضائح وفضائح. انا رجل تعليم وعشت وبكيت منذ صباي، بكيت على الفضائح، دابا كملات وكملها المختار والمختار الذي اختار الا يختار، وكان حصاد غير حصادها. يا جيت يا سي توقع التعليم هذا مسخ للهوية، ما يمكنش السكوت عنه. بغيت يا وزير العدل تردني للسجن مرحبا والف مرحبا، الله اكبر.